خلاص يكفي اوكي انك اعطيني عشتي دور، اجزاء لمبه. خلاص يكفي انك عشتي دور المضحية طول السنوات هذه. ايوه تقريبا، يعني انه مشكلة تعرفين، لو انه بس يعني ما ادري. المهم فبعدها صارت ما قدرت مرة اتحمل، قلت خلاص انه خلاص، قلت شفت اخواتي كبروا وكل شيء تمام، الامور يعني بامكانهم يعتمدوا على نفسهم، شفت انه اخو اختي يعني اللي اصغر مني شوي تقدر يعني تسوي الاشياء كلها اللي ابوي تبيها مثلا، اللي يعرفها يعني امورهم سهلت بالنهاية، هم ابوي عندهم يعني هذه شو اسمه، كيف اقول لك، يعني انا يعني مع المشاكل هذه كلها اني كنت لحالي، يعني ابوي كان اوكي موجود بس كيف مو كان حالك؟ معطيني الدعم هذا، يعني لنفس اللي جالسه اشوفه يعطيه اخواتي، ان هو معاهم الام والاب، فهمتي؟ لكن بالنسبه لي لا، انه ريناد هي اللي هي الام لنا، يلا تسوي كل شيء، يعني مو ما حد قاعد يشوف انا ريناد كشخص، فهمتي علي؟ المهم فشفت انه بما انه ابوي معاهم ما بيضيعون، خلاص انه ابوي ما شاء الله رجال وكفو كل شيء، يعني ما يعني ما اقول لك انه ما يقصر، يعني ما زال فخر قدوة كل شيء، بس برضو في اكيد كل شخص فيه تقريبا صفات وزي كذا. المهم فبعدين خاص انه احسن، خط انا بشوف نفسي اصير احسن وكل شيء، وقتها بعدين اقرر وش يعني، هل ارجع عند ابوي، ايش بيصير، يمكن يتغيرون يمكن كذا، وبس جالسة ادعي يعني ان شاء الله خير، يعني انسان. بس هو متقبل يا فاين، شوفي أول شيء بقول لك يعني أهنيك على وجود أمك، إنها سند لك وإنك لقيتي حضن، وحضن آمن. يعني الحمد لله بعضهم أحيانا ما يلقى أحد، يكون ضايع بين الأم والأب، لكن انت ما شاء الله تبارك الله حلو انك الحين عند امك وحاسه معاها بالامان وحاسه معاها بالراحه. كويس منك انك الان فكرتي ان الرحله هذه اللي انت ماشيه فيها، وكنتي متقمصه دور المضحيه للضحين علشانهم، خلاص انت هذا الوضع، لازم انت تنتبهين لنفسك. انت الان ضحيتي خلاص، ولما ضحيتي يوم جا بعدين انت فكرتي انك الحين تهتمين بنفسك، وشوفي ردة الفعل منهم ما كانت ردة الفعل اللي انت كنت متوقعتها، صح ولا لا؟ انت متوقعة ردة فعل انهم يقولون خلاص ما قصرتي، الله يعافيك، الله يجزاك خير.